في هذه الانطلاقات المتواصلة مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الشوط الثامن في هذه اللحظات، وشوط القعدان الجذاء، والجائزة نيسان سفاري تنتظر الفائز الأول. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، ها هو اندفاعات الشوط الثامن، والزميل عادل بن عزيز المطيري سوف يتواصل معكم بالوصف والتعليق على مجريات الشوط الثامن والتاسع بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا في كل مكان، نجدد لكم التحية مرة أخرى بهذه الانطلاقة ومع الشوط الثامن. وهنالك الانطلاقة بدأت بحفظ الله ورعايته ومع شوط الجذاع قعدان، والانطلاقة تبدأ من 6 كيلومترات مسافة هذا الشوط. فنتمنى إن شاء الله لجميع المشاركين والمضمرين الذين يتواجدون بهذه الانطلاقة وعلى أرضية ميدان الوثبة التوفيق والنجاح. إذن الانطلاقة تبدأ بحفظ الله ورعايته ومع المراكز الأولى واللي متسلل هنالك. ذلك معدي في انطلاقة مشاهدي الأعزاء باسم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم والسيد مسري بن سالم العرطي الذي يتابع معدي الذي بيحتل المركز الأول، يليه مباشرة يا الأخوة في ثاني المراكز. فهنالك شاهين في هذه الانطلاقة أيضا يشارك على المركز الثاني، تعود ملكية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وخليفة بن سالم، وهنالك خليفة بن سالم الصقعة الذي يتابع شاهين في ثاني المراكز. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، فهنالك أيضا شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري، هو الذي يتابع أيضا شاهين في ثالث المراكز. أما الذي وصلنا في المركز الرابع فهنالك سراب في المركز الرابع لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم والسيد سالم بن سعيد بن منانة السويدي، هو الذي يتابع سراب الذي الآن يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنالك تمام لسمو ابن الأمير محمد بن سعود الكبير وسلطان بن سلمان العتيبي، له التواجد بهذه الانطلاقة بالمركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأخوة مشاهدينا مستمعينا في كل مكان للخمسة المراكز الأولى بالوفاء والتمام. ونعود وياكم إلى مقدمة الشوط، إلى الانطلاقة، إلى صاحب المركز الأول الذي غير وانتزع مقدمة الشوط. هنالك شاهين وتعود ملكية شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والسيد خليفة بن سالم بالصقعة الذي يتابع شاهين في المركز الأول. هنالك يصل سراب قبل شوي ذعنا في المركز الرابع، والآن غير وانتقل مباشرة إلى مقدمة الشوط. بالفعل سراب لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة السويد الذي يتابع سراب في مقدمة الشوط ومنطلق إلى المركز الأول. نعود إلى المركز الثالث فهنالك تمام لسمو ابن الأمير محمد بن سعود الكبير وسلطان بن سلمان العتيبي اللي في المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، شاهين في رابع المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم والسيد علي أو سعيد بن عبيد الحميري اللي يحتل المركز الرابع، إليه مباشرة. وأول ندانا لجمر في المركز الخامس لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم السيد محمد بن أحمد بن علي
عليك يا جمر. جمر ينتقل مباشرة إلى المركز الرابع لاسم الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم والمضام للسيد محمد بن الشيبة السبوس الذي ينطلق أيضا إلى رابع المراكز وينافس على أيضا مقدمة الشوط. أيضا الخمسة المراكز الأولى بالوفاء والتمام وتمام تمام الذي غير إلى المركز الأول وانطلق إلى مقدمة الشوط. بالفعل ها هو تمام الذي يحتل المركز الأول وتعود ملكية تمام لسمو ابناء الأمير محمد بن سعود الكبير وسلطان بن سلمان العتيبي الذي يتابع لنا تمام في انطلاقته في مقدمة الشوط. هنالك سراب الذي يحتل المركز الثاني لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وسالم بن سعيد بن منانة السويدي الذي حقيقة يتابع سراب. لكن جمر يصل الجمر جمر يصل في رابع المراكز. وهنالك لا ننسى شاهين اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخليفة بن سالم الصقعة الذي يتابع شاهين في المركز الرابع. وهنالك جمر ينتقل من موقع إلى موقع إلين وصل المركز الثالث. جمر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن الشيبة السبوسي الذي يتابع لنا جمر المركز الخامس. مرحبا أيضا بهذا الشعار ولأول نداء أرصاد لهجن الرئاسة السيد سعيد بن عيلان المهيري أيضا يتابع لنا أرصاد. وارصدوا لي على أرصاد اللي في المركز الخامس وأول نداء الأرصاد. إذا نعود إلى تمام الذي مسيطر على المركز الأول ومنفرد بكل قوة وبكل جدارة إلى الانطلاقة. هنالك تمام لسمو ابن الأمير محمد بن سعود الكبير في انطلاقته وسلطان بن سلمان العتيبي في المركز الأول محافظا على مقدمة الشوط. هنالك المركز الثاني والسلوم يا سراب سراب الذي غير وانتزع زمام الأمور. هنالك سراب وتعود ملكيته لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة السويدي المتابع لسراب الذي يحتل المركز الأول. هنالك المركز الثاني وأرى تمام لسمو ابن الأمير محمد بن سعود الكبير وسلطان بن سلمان العتيبي أيضا يتابع تمام في ثاني المراكز. جمر في المركز الثالث لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. هنالك الشيبة بن علي محمد بن الشيبة السبوسي أيضا يتابع لنا جمر. لكن سراب الذي انتقل وانطلق إلى مقدمة الشوط بإعلانه الفوزي والناموس واستحقاقه لهذا الشوط. هنالك سراب لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب وهنالك سالم بن سعيد بن منانة السويدي. يا سلام المتحدي يتحدى دائما تتحدى يا المتحدي. يا سلام هذه النقطة الثانية للمتحدي حصول أيضا سراب لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم على فوز سراب في المركز الأول. تهانينا وألف مبروك. جاء في المركز الثاني جمر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم. المركز الثالث لسمو ابن علي بن محمد بن سعود الكبير. المركز الرابع لهجن الرئاسة. المركز الخامس هنالك أيضا لهجن العاصفة. إذا تهانينا وألف مبروك تهانينا من الأعماق لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم على فوز سراب في المركز الأول وحصوله على مقدمة هذا الشوط. تهانينا لسالم بن سعيد بن منان السويدي. التوقيت الزمني لسراب قطع المسافة بتسع دقائق 34 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم على فوز سراب في المركز الأول الذي وصلنا في ثاني المراكز. فهنالك جمر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم قطع المسافة بتسع دقائق 37 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك ومضمر السيد محمد بن شيب السبوسي الذي وصل في ثالث المراكز. هنالك تمام قطع المسافة بتسع دقائق 38 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا سمو ابن الأمير محمد بن سعود الكبير على فوز تمام في ثالث المراكز. إذا تهانينا من الأعماق نزف التهاني والتبريك.